بسم الله، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ولع النور وافهم ما بين السطور. يا ريت تكون شفت الحلقات اللي فاتت، سمعنا الكلمات، رددنا، حفظنا، فهمنا القواعد، حلينا اكسرسايز، ويا رب تكونوا مستنيين الحلقه ديت بفارغ الصبر. النهارده بمشيئه الرحمن هنتكلم على يونت 4، اهم الفروق اللغويه اللي موجوده في الوحده الرابعه. نبدا من بعض بمشيئه الله. عايزين نفرق بين كلمه ايذر وكلمه تو. يعني ايه اصلا ايذر ديت؟ ايذر معناها كلمة اسمها أيضا، وديت بتيجي في آخر الجملة بس جملة تكون منفية. طب كلمة تو معناها أيضا برضو بس في آخر الجملة المثبتة. ناخد مثال: I don't like pizza. She doesn't like be like it. الجملة هنا مثبتة ولا منفية؟ منفية. أقول لك بقى other ولا either ولا neither ولا to؟ طبعا هتبقى either. بالمناسبة يا شباب، كلمة either ليها نقطة تاني اسمه either. طب مين اللي صح فيهم؟ الاثنين صح، يعني تقدر تقول ايدر او ايدر زي ما تحب، المهم انك تنطق بس. طيب الجمله الثانيه: هي از سكسسفول تيشر. هو مدرس ناجح. شي از ا سكسسفول تيشر. وبعد كده بنكمل كلام. دي جمله مثبته ولا منفيه؟ مثبته. يبقى هقول طبعا شي از ا سكسسفول تيشر تو، هي كمان مدرسه شاطره. اللي بعد كده كلمه ايدر اور ونيذر نور. ايدر اور انا كده بخرج بين حاجتين، يا ديت يا ديت، يعني مش هتاخد الاثنين. هقول لك مثلا ايس كريم ولا قهوه، طبعا كلكم هتختاروا الايس كريم، انا هختار القهوه، انا حر. يبقى احنا كده هنختار واحد من الاثنين. طيب كلمه نيذر نور، ولا ده ولا ده. اقول لك ايس كريم ولا قهوه، تقول لي ولا ده ولا ده. انا عايز اكل الاول يا عم، ناكل وبعد كده هنتكلم. مثال: يو كان هاف تشوكليت فانيلا اور ايس كريم فور ديزرت. ممكن تاخد شوكولاته بالفانيليا ديت، او تاخد ايس كريم. طبعا الديزرت ديت معناه كحلو، يعني تحلي بواحد من الاثنين دول. هقول بقى اذر ولا ايدر ولا نيدر ولا انذر. طبعا هتبقى ايدر، واحنا اتفقنا ان ايدر بتبقى ايدر اور، ده او ده. يعني رقم 2: هي از نوت تول نور شورت بات افريج ان هاي. يعني ايه؟ هو ولا طويل ولا قصير، هو في المتوسط كده، يعني وسط، لا كده ولا كده. طيب يبقى هنا هناخد كلمه نيدر، لان نيدر بتبقى مرتبطه بكلمه نور، لا ده ولا ده. ندخل اللي بعده. والله انا مش فاكر قلت لكم الكلام ده موجود في صفحه رقم كام. هو يونت 4 اللي ولع النور وفهم ما بين السطور، بارت 1 موجود صفحه 146 و147، بارت 2 157 و158. فانا مش عارف انا قلت ولا ما قلتش. لو كنت قلت اديني قلت تاني، ما كنتش قلت يبقى اديني قلته. طيب نكمل. كلمه منيو. منيو يعني قائمه مهام او اعداد الجهاز، زي ستارت منيو اللي تبقى موجوده تحت كده في اللابتوب او في الكمبيوتر، او قائمه طعام في المطعم. طب في حاجه تانية اسمها ليست. ليست ديت قائمه، بس قائمه اشياء. الواحد بقى انا هعمل ايه النهارده، عندي كده ليست، هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، دي اسمها ليست. يعني قائمه مهام يتم القيام بها. لكن المنيو قائمه طعام او قائمه مهام اعدادات الجهاز نفسه، يعني زي ستارت منيو اللي على الشمال كده. لو انتوا كده كده عندكم تابلت، فانتوا كده كده بتشوفوه. هي لوكد ات ذا نوت اند ديسايدد تو اوردر ذا تشيكن سوب اند سلاد. بص في ايه وطلب بقى تشيكن سوب، شوربه فراخ. ده كده اكيد المنيو، يبقى هنا هختار كلمه منيو. شي ميد ان اوت اوف اول ثينجز شي نيدد تو باي فروم ذا سوبر ماركت. هي كتبت قائمه بالحاجات اللي هي عايزه تشتريها. قائمه هنا بمعنى كلمه ليست. اللي بعده عايزين نفرق بين كلمه سبيشال، ودي احنا كنا فرقنا بينها قبل كده، هو كلمه برايفت. سبيشال معناها خاص او مميز او استثنائي. الناس اللي هي في الكوره، في مدرب مشهور اسمه جوزيه مورينيو، ده بيقول عليه سبيشال وان، اللي هو استثنائي ذو طبيعه خاصه. طب كلمه برايفت ده خصوصي بقى، مخصوص لحد، خاص بشخص يعني، او مملوك لشخص. وطبعا بنستخدمها كمان للاشاره للملكيه. مثال: شي فيلت نقط وين هي كومبلمنتد هير اون هير دريس. كومبلمنتد ديت يعني جمالها في الفستان بتاعها. ايه الفستان القمر ده؟ ده انت قمر خالص. ديت اسمها ديت كده مجامله، بس ان شاء الله تبقى مجامله في مكانها. يعني هي لما حد بيعمل كده بقى، شي فيلت بقى برايفتلي، ان حاجه يعني خاصه بيها او خصوصيه او يعني مملوكه ليها، ولا سبيشالي بشكل خاص، ولا برايفت، ولا سبيشال. سبيشال هي حاسه طبعا كده ان هي ايه، مميزه بالفستان بتاعها. اللي بعده: شي هاز ا نوت روم ان ذا هاوس. هو عنده اوضه اكيد خاصه بيه في البيت. وير شي دازنت لايك تو بي ديستريبيوتد، لان هي مش بتحب ان حد يزعجها. يبقى طبعا she has a private room، عندها غرفة خاصة بيها ومكبرة دماغها عشان ما حدش يزعجها. ندخل على اللي بعده.
اللي بعده كلمة personal. personal يعني خاص أو شخصي بشكل شخصي، حاجتي. طيب personal السبيلنج مختلف، معناها موظف شؤون اللي هيئة العاملين بيبقى فيه في كل مؤسسة، مؤسسة الشركات الخاصة بيقول عليهم اتش ار المسؤولين عن الموظفين. الحكومة طبعا أصلا يقول لك مكتب الموظفين أو مكتب شؤون الموظفين، تبقى حاجة كده personal بالإنجلش. then what department قسم مش عارفة إيه is responsible مسؤول for hiring and training new staff. hiring يعني يعين ويدرب الناس الجديدة. ده مين بقى؟ هنقول special department ولا private ولا personal ولا personal؟ طبعا personal اللي هو القسم الخاص بشؤون الموظفين. I don't like to share my not belongs with strangers. مش بحب بقى أشارك الحاجات الخاصة بتاعتي أو الشخصية بتاعتي مع الناس الغريبة. يبقى هنا كلمة personal belongings الحاجات اللي هي الخاصة بي مع الناس الأغرب عني. عندي بعد كده كلمة degree وكلمة great. degree يعني درجة حرارة أو درجة علمية أو زاوية مثلث 45 بقى أو 90. الناس بتوع حساب المثلثات هم اللي يفوتنا في الموضوع ده. طيب great صف دراسي يعني مثلا الصف الأول الثانوي، الثالث الثانوي، الثاني الثانوي، أيا كان بقى، أو درجة الامتحان أو مستوى التحصيل بتاعنا. على سبيل المثال she has a in business administration. كلمة business administration اللي هي إدارة الأعمال. هي عندها ايه بقى؟ qualified ولا great ولا degree ولا percentage؟ percentage اللي هي النسبة المئوية. طيب great احنا قلناها وdegree طبعا، يبقى هنا هنختار degree معاها درجة علمية في إدارة الأعمال. he got a good on his exam his math exam. هو حصل على درجة عالية في امتحان الرياضة، يبقى طبعا great. he got a good grade on his math exam. الجزء اللي بعده عندي كلمة alone ديت بتمشي صفة وبتمشي adverb. adverb يعني ظرف وصفة يعني adjective. بتساوي كلمة on my own يعني بنفسي أو by myself بنفسي، معناها وحيد، وحيدا بمفردي، بعيدا عن الآخرين من غير ما حد ما يساعدني. ولو جت صفة لا يأتي بعدها اسم أبدا. طب كلمة lone دي بقى ديت adjective بس، صفة بس، معناها وحيد وبتصف الشعور بالوحدة أو العزلة. واحد كده يتحس ان هو ايه معزول مع نفسه كده يعني، وديت صفة يمكن ان يأتي بعدها اسم عادي. على سبيل المثال the widower missed his date wife and felt without her company. الويدور احنا كنا قلنا نفس المثال قبل كده اللي هو الرجل الارمل اللي فقد مراته، يشعر طبعا ان هو وحيد lonely، يشعر بالعزلة وبالوحدة. he preferred to work وبعد كده قال لك كوما without any distractions or interruptions. هو بيحب يشتغل alone بمفرده يعني by himself. بعد كده كلمة a number of ودي بيجي بعدها اسم جمع، وفي الحالة دي الفعل هيكون جمع، وديت معناها عدد من. طيب the number of دي بعدها اسم جمع بس بيكون الفعل مفرد، ديت معناها العدد. يبقى number of يعني عدد من، وthe number of يعني العدد. على سبيل المثال a number of people waiting in line for the concert tickets. concert يعني الحفلة الموسيقية، وtickets احنا اكيد عارفينها التيكتس يعني عدد من الناس اكيد واقف مستني الكلام ده. احنا قلنا number of people ديت بيجي بعدها فعل جمع، هنا was مفرد، where جمع تمشي، has been ده مفرد، is مفرد، يبقى كده كده ما عنديش غير كلمة where. طيب the number of people attending the concert يعني العدد الحاضر الحفلة higher than expected. طبعا احنا قلنا the number of بيجي معها فعل مفرد، بيقول لي was ولا where ولا have been ولا are، طبعا هتبقى was يعني كان اكبر من المتوقع. طيب تعالوا نفرق بين الكلمات ديت. كلمة where يعني يرتدي، الماضي منها wore، التصريف الثالث worn. ده مبدئيا فعل متعدي. يعني ايه متعدي؟ يعني بيحتاج معاه مفعول. لابس، لابس ايه؟ ديت بتصف عادات اللبس المتكرر او بتصف شخص وهو مرتدي الشيء بالفعل، يعني مثلا لابس بدله، لابس قميص، لابس مش عارف ايه وهو لابسه دلوقتي. طب كلمه put on ده فعل متعدي بمعنى كلمه يرتدي. طب معنى عندي دي يرتدي ودي يرتدي، بس put on بتصف الارتداء المقترن بحدث اخر. يعني ايه؟ انا دلوقتي هصف الشخص وهو بيقوم بارتداء اخر قطعة من الملابس. يعني مثلا حد بيتصل بيا مثلا وانا بلبس الجاكيت، فبقول له خلاص انا بلبس الجاكيت اهو، بلبس ديت اللي كلمة put on بقى، انا بحط الجاكيت عليا ونازل. في الغالب بتبقى اخر قطعة بقى لو انا لابس الجاكيت ونازل، او بلبس الشوز ونازل يعني. كمان ممكن اقول put on weight يعني يزداد الوزن، put on يعني وزني كده زاد.
طب كلمة dress الماضي منها هحط لها ايدي تبقى dressed او dressed، معناها يرتدي، ده فعل لازم يعني مفيش بعديه مفعول. يلبس فعل متعدي طبعا يبقى في بعديه مفعول. تعالوا نشوف امثله. in winter we usually heavy clothes، في الشتاء دايما احنا بنلبس لبس تقيل، ده طبعا ديت عاده اللبس بالنسبه لنا على طول. هقول put on اللي هو بلبس اخر قطع، ولا dress اللي هو اصلا فعل لازم مش بيجي بعديه مفعول، ولا wear طبعا هتبقى كلمه wear. wrap ديت يعني يلف حاجه يغلفها يعني. at the party في الحفله مستر حمدي a black jacket، مستر حمدي اكيد لابس بلاك جاكيت، تبقى was wearing كان لابس بلاك جاكيت، لابس جاكيت لونه اسود يعني. شي نقط فاشنبلي، هي بتلبس بقى على الموضه، طبعا ما فيش بعدها جه مفعول يبقى هنا شي دريسز، الطبيعي بتاعها ان هي بترتدي على الموضه، بنت كده فاشونيستا. اللي بعده كلمه ديبيت وكلمه ديسكشن. ديبيت معناها مناظره او جدال، ديت غالبا بتكون في خلاف في الراي، يعني كلمه ديبيت ديت بستخدمها لما بقى مثلا انا بتناقش مع حد او بتجادل معاه وفي خلاف في الراي، انا رايي مين، انا زملكاوي هو اهلاوي فعمالين نتناقش بقى ناكل في بعض، بس انا ما بعملش كده، انا بدخل ديسكشن مش جدال. ديسكشن بقى مناقشه لاعطاء راي عن شيء مهم، اقول رايي والله انت عايزه خده، مش عايزه عندك ما اخدته، ريح دماغك وريح، مش محتاج اثبت لك حاجه. ده اسلوبي في الحياه بشكل عام يعني او بنسبه كبيره، ما بدخلش مناظرات او جدال في غنى عن الجدال ووجع الدماغ. I had a note with my son about his school work. هنا بقى هنختلف. والله لو انا وابني متفاهمين مع بعض يبقى هقول ديسكشن، طب لو انا وابني كلهم بنتخانق في بعض هقول ديبيت. نشوف بقى الاختيارات اللي هو جايبها لي، بيقول لي ديسكفري يعني اكتشاف، ولا اكسبلوريشن استكشاف، ولا اكسبلينيشن يعني شرح، ولا ديسكشن. طبعا هنا هنختار كلمه ديسكشن، لان هو لو جاب لي ديبيت هقول لك على حسب بقى، انت وابوك كلهم بتاكلوا في بعض فهنا هيبقى ديبيت، وانتوا متفاهمين هيبقى ديسكشن، على حسب بقى كل واحد في بيته مع والده او والدته او والدها او والدتها او حتى اختها يعني على حسب بقى. جوانا بعد كده there has been a great note about genetically modified food. genetically modified food هو الاكل المعدل وراثيا، الاكل المعدل وراثيا هو اكيد ليه فوائد وليه اضرار، فالناس بتدخل بقى هنا بقى في الجدال بقى ده في اللي هو ايه في الديبيت ده، ولا obstacle يعني عقبة، ولا hindrance، ولا destruction، ولا debate. طبعا هتبقى هنا debate، ناس في جدال كتير بين ده وبين ده. خلينا افكركم ان اليونت ده انا مش عارف انا قلته ولا ما قلتش برضه. يونت 4 موجود في صفحه 146 و147 157 158 157 و258 وبارت 2. عندي كلمه سوشيال يعني اجتماعي، كلمه سوشيبل يعني اجتماعي. يا عم ما اتلخبطناش، ما الاثنين زي بعض؟ لا، سوشيال ديت بتصف الاشياء التي تتعلق باجتماع الاشخاص او التواصل مع بعضهم من اجل المتعه، زي السوشيال ميديا مثلا، وسائل التواصل الاجتماعي. طب كلمة سوشيبل بتصف الأشخاص الودودين، الناس اللي هم يقول لك الواد ده اجتماعي، البت دي اجتماعية، يعني ايه ودودة حبوبة كده، بتتكلم مع الناس وعلاقتها حلوة بالناس. الذين يستمتعون بالحديث مع الآخرين، تحس كده انك براحة وانت بتتكلم مع الناس اللي هم السوشيبل دول. نشوف أمثلة. Most young men and women keep in touch with their friends through نقط ميديا. بيقول لك معظم الشباب دلوقتي بتواصلوا مع بعض، أكيد كلنا أصلا مش الشباب، حتى الكبار دلوقتي بقى بيعملوا كده عن خلال السوشيال ميديا بقى، واتساب، فيسبوك، تويتر، ايا كان بقى التواصل دلوقتي كله الناس، حتى الناس الكبيره دلوقتي لو قفلت عليهم الراوتر هيعمل لك مشكله. بعد ما زمان هم اللي كانوا بيدوروا يقفلوا الراوتر، دلوقتي بقى لو النت فصل ولا حاجه قوم يا حبيبي شوف لي النت مال، ليه عايزين يشوفوا، نشوف وصفه مش عارفه مين على اليوتيوب بتعمل المحشي ازاي. فالناس كلها بقت الانترنت بقى بالنسبه لهم مهم، والسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بقت مهمه جدا لكل الناس كبير وصغير، او على الاقل ده رايي. ديجا is very not girl. ديجا ديت بنت مش عارفة ايه. She enjoys eating, drinking, playing with all girls. بتحب تاكل وتشرب وتلعب مع كل البنات. يبقى هي بقى sociable, socially, sociology ولا social؟ اكيد طبعا sociable يعني ودودة اجتماعية. طيب بكده نكون وصلنا لنهاية ولع النور وافهم ما بين السطور في يونت 4. اتمنى من ربنا يكون قدرني وقدرت اوصل لكم المعلومه بشكل سهل وبسيط وما تكونوش زهقتوا مني، واتمنى تكونوا شفتوا الحلقات اللي فاتت وتستنونا في الحلقات اللي جايه. شد حيلكم، ذاكروا، ركزوا، خلوها على الله، اشوفكم على خير، سلام عليكم.